رجعنا معاكم نكمل حلقتنا من بيكو بيها نبنيها على راديو مصر. وخلونا بقى يعني نرحب بضيفنا النهاردة عمر سمرة، الشاب المصري المتألق في مجاله ومجال تسلق الجبال، وعنده كمان أفكار وتحديات كتيرة جدا. ازيك عمر؟ الحمد لله على السلامة. عمر، في الأول كده عايز أعرف، هو اللي بيحاول يتسلق الجبال ليه مهارات وقدرات شخصية مختلفة عن الأشخاص العاديين، ولا بني آدم بس عنده حلم وتحدي معين؟ بتهيألي هي أعتقد أن أي حد لو حط في دماغه الموضوع وعاوز يطلع جبال ممكن. طبعا في أبعاد يعني تجهيزات بدنية دي ممكن أي حد يعملها، بس لازم يقدر أنه يحط المجهود والوقت لأنها بتاخد سنين طويلة. وطبعا في استعداد النفسي، عشان واحد يقدر يأهل نفسه نفسيا لازم يكون نقطة البداية زي ما انت قلتي ان هو يكون اصلا بيحب ده وبيعشق ده وعاوز يعمله لانه حاجة مؤمن بيها. لانه لما يجي في الجبال الصعبة بالذات، لما واحد بيتحط في مواقف صعبة جدا، لو هو مش مؤمن بالفكرة دي او مقتنع هو ليه بيعمل كده، مش هيقدر. جبال مش صعبة يا عمر، في كل من السهل جدا للمبتدئين خالص، وفي حاجات للناس المحترفة. طيب خلينا نرجع كده يعني سنين فاتت لورا عند عمر سمرة، وقول لي ايه اللي خلاك تقتحم هذا المجال، ايه اللي خلاك تفكر ان انت يعني تشتغل في الحكايه دي وتكون موجود فيها وتلعب الرياضه الصعبه دي؟ هي ابتدت تقريبا بالصدفه. يعني انا كنت وقتها في المدرسه عادي وكده، وسن 16 سنه اتحت لنا الفرصه ان احنا نروح زي معسكر صيفي في سويسرا، وكان في منطقة جنب منطقة جبلية في جبال الألب. وأنا رحت هناك، ده كان يعني هدفه الدراسة وكان جزء منه رياضة. فكان كل نهاية كل أسبوع كانوا بيدونا فرصة إن احنا نختار رياضة معينة نعملها، يعني مثلا نروح نركب عجل، نروح نلعب كورة، حاجات زي كده. واحدة من الاختيارات كانت تسلق الجبال. طبعا دي بالنسبة لي كانت حاجة غريبة جدا وأبعد، يعني ما يعني بعيدة حتى عن خيالي يعني إن أنا أعمل حاجة زي كده. فللسبب ده قررت أنا أجربها، لأن قلت مش هيبقى يجيلي فرصة تانية إن أنا أعمل الحكاية دي. بس الصراحه ان انا اول ما خطيت في وسط الجبال، يعني اول ما خدت اول خطوه، بالرغم ان انا ما كانش عندك اي خلفيه عن الموضوع قبل كده، يعني ما بالظبط ما عنديش خلفيه عن الجبال، ما عنديش ما عمري ما شفت تلج في حياتي، عمري ما طلعت جبل. طبعا مصر طبيعه تضاريس البلد فيها جبال، بس جبال البحر الاحمر بس كلها جبال صغيره صخريه. انت كنت تتمرن بعد كده على جبال البحر الاحمر مش كده؟ مظبوط. ده كان طبعا سويسرا كانت كلها جبال ثلجيه وكده، الا ان انا اول ما دخلت حسيت كنا زي ما يكون ده مكان مألوف بالنسبه لي، زي ما يكون جيت هنا قبل كده. وطبعا اي حد راح في وسط الجبال يعني جمال الطبيعه في المناطق الجبليه وسلاسل الجبال طبعا فوق الوصف. يعني حتى لو واحد ما راحش الجبال ويمكن مثلا عدى من فوق سلسله الجبال بالطياره او شاف صور او كده. غير كده برضو الانسان من الناحيه النفسيه بيحس يمكن براحه او سكينه غريبه وهو في وسط الجبال، لان هو في زي طاقه ايجابيه موجوده في المكان ده. طبعا اعتقد ان هو مكان ليه خصوصيه، يعني بغير كده طبعا هو مكان خالي من التلوث من اي شكل. وحتى لو بصينا في التاريخ مئات او الاف السنين هنلاقي ان ناس كتير من ضمنهم رسل وانبياء لما كانوا بيحبوا يقربوا من الخالق كانوا بيروحوا الاماكن دي وتعبدوا، لان برضو فيها طاقة إيجابية ملموسة. بس يمكن أكتر حاجة شدتني لموضوع تسلق الجبال من سن صغير كانت نقطة التحدي. هو في لما واحد بيتسلق جبل هو مش بيتحدى الجبل أو الطبيعة لأنها دائما أقوى منه بكتير، وهو مش بيتحدى المتسلق التاني أو الشخص اللي معاه لأن هم بيشتغلوا مع بعض عشان يوصلوا لنفس الهدف، لكن هو تحدي ضد النفس، يعني ضد ضعف العقل وضعف الجسد، عشان واحد يحط لنفسه هدف ويمر بكل الصعاب دي عشان يقدر يوصل له. يمكن ده أعتقد إن هو من أنقى يعني أنواع التحدي ان الواحد ممكن يحط نفسه. انت طبيعه شخصيتك متحدي، يعني انت في تكوينك الشخصي على طول بتحب التحدي وعلى طول بتحب ان يبقى في هدف قدامك صعب وتسعى اليه؟ مع نفسي بس ما بحب، يعني انا كطبيعه شخصيتي مش بحب المنافسه، يعني ما بحبش اتنافس مع حد تاني. لكن ببقى يعني شرس قوي في المنافسه ضد نفسي، يعني ببقى بشوف التحدي كوسيله من النمو. يعني ان انا ببص على الدنيا ان انا مثلا هعيش عدد معين من السنين، هتتيح لي الفرصة ان انا اكتسب مهارات معينة، خبرات معينة، هتعلم حاجات كتيرة. المواضيع دي كلها هتبقى اسرع بكتير لو انا حطيت نفسي في مواقف صعبة، لان هو ده يعني لما واحد بيمتحن هو ده الوقت اللي فعلا بيتعلم حاجات جديدة. طيب خلينا نرجع تاني لنقطة الجبال في سويسرا وفكرة ان انت كنت اول مرة يعني تقتحم هذا المجال.
قولي ايه الحاجات اللي انت حسيتها في الوقت ده وقلت يعني وخليتك تفكر في ان انت تستمر في الطريق ده، وتحديات كانت بالنسبه لك صعبه جدا وانت سنك 16 سنه وممارسه رياضه غريبه عليك واول مره تمارسها وقتها انا كان عندي سن 11 سنه، كان عندي ربو وكان صحتي يعني كانت ضعيفه جدا، وكنت باخد ادويه وما كنتش بعرف انام يعني من كتر ضيق النفس، وكنت قاعد بصحى في وسط النوم مش عارف اخد نفسي. فمع الوقت قدرت ان انا ابتديت اتمرن وابتديت ان انا يعني اعدي المرحله دي. في سن 16 سنه لما رحت فعلا اول جبل كانت لياقتي البدنيه كويسه، لكن طبعا من الناحيه النفسيه كنت لسه مش مؤهل تماما ان انا اعمل حاجه زي كده. لكن برضو واحد لما يبقى صغير بيبقى يعني طبعا دي ميزه، بيبقى احنا صغيرين جدا لما بنبص على حاجه بعيده ما بنبصش على الناحيه الايجابيه، ما بنبصش على ممكن العواقب الكتير. يعني لما بنكبر بنبتدي ان احنا ندي حجم كبير جدا للصعوبات والعوائق اللي في الطريق فمبتديش اصلا. فانا حسيت ان هو فاول ما طلعت الجبل الصغير ده في سويسرا قررت طبعا عايز اطلع اكبر جبل في العالم. ما كنتش مدرك طبعا حيثيات الموضوع وابعاده، بس بعد ما عملت شويه ريسيرش لقيت ان الموضوع اصعب جدا من انا تخيلته، هياخد وقت طويل جدا. فقلت طب ليه ما اخدش الهدف الكبير ده اللي هو ايفرست واكسره لاهداف كتيره تانية صغيره، فاقدر ان انا اتناول كل هدف صغير لوحده، وكل هدف صغير اعمله يقدر يديني برضو من الدافع والايجابيه ان انا اقدر اخش على الهدف اللي بعده. وابتدت يمكن مشوار كان مدته 12 سنه، لحد ده كان من سنه 16 لحد سنه 28 سنه لما فعلا قدرت ان انا اقف على قمه جبل ايفرست. طيب بعد ما رحت يعني بعد رحلتك في سويسرا اللي كانت يعني دراسيه ومنها تعليميه بعض الشيء، انت قررت حاجة ان انت تعمل رحلة في 360 يوم على غرار كده، رحلة أنيس منصور حول العالم في 200 يوم، وزرت 14 دولة. احكي لنا عن المغامرة دي، برضو مغامرة غريبة وبرضو مكلفة جدا وصعب، يعني كل الناس بتحلم ان هي تعمل حاجة زي كده، ان هي تعمل تور حوالين اوروبا مثلا في كذا دولة في اوروبا، لكن انها تتنفس دي برضو صعبه. واكتسبت منها ايه؟ ايه الحاجات اللي انت اخذتها من الرحله؟ هما كانوا 370 يوم طبعا، 10 ايام زياده دول مهمين. دي كانت رحله، كانت انا كنت طول عمري بحب السفر حتى من سن صغير، كل الناس كتير بتحلم انها تلف العالم والكلام ده كله، بس قليلين اللي فعلا بيحاولوا يعني بيحبوه او يبقوا مؤمنين بيه لدرجه ان هم يعملوا يحطوه في التنفيذ. انا بعد ما خلصت، انا طبعا عشت حياتي كلها في مصر، اتخرجت من سنه 2000 وبعد كده سافرت وابتديت اشتغل في لندن. ابتديت في التراك العادي جدا اللي هو كنت مسافر عشان مستقبلي المهني، ان انا عاوز ان انا اطور نفسي وبعدين هبقى مدير وبعد كده كذا وبعدين هوصل لمنصب معين وارجع على مصر على منصب كويس، يعني نفس اللي هو الريتم العادي. كل الفكره اللي الناس بتفكر بيها. الا ان انا بعد ما رحت انجلترا يمكن بعد مثلا حوالي 8 شهور 9 شهور، طبعا كنت اول 9 شهور متحمس جدا للشغل، ويعني كنت بشتغل في بنك كبير هناك وكان الاول مره طبعا ان انا يعني ابتدي اعتمد على نفسي تماما ماديا، فده برضو اداني الفرصه ان انا اقدر يعني لما تستقل برايي ولما يكون عندي اجازات او حاجه اتصرف زي ما انا عاوز، لان كان برضو من سن 16 سنه لسن مثلا 21 سنه كنت محدود، ما كنتش عارف اطلع جبال او كده، لان برضو اهلي ما كانوش يعني متحمسين جدا للفكره. اكيد طبعا فكره يعني صعبه جدا لما ابني يجي يقول لي انا عايز اطلع جبل، يا سلام هوافق بقى كده بسهوله يعني. بالظبط كده. ف يعني وبرضو في يعني في التسعينات برضو ده كان شيء برضو غريب جدا. ف اللي حصل ان انا ابتديت بعد 8 شهور او كده حسيت ان مبسوط جدا في الشغل وكل حاجه، ويعني المستقبلي ماشي كويس من الناحيه المهنيه، الا ان انا حسيت ان في حاجه ناقصه. يعني انا نفسي كنت حاسس ان يعني بتدور على حاجه، في حاجه مفتقدها يعني في حياتك محتاج ان انت توصل لها. بالظبط. او يعني في جزء في شخصيه عمر لسه ما انطلقش، فانت عايز تخليه تديله المساحه للانطلاق. لما سافرت بقى ابتديت ان انا يعني اتعرف على ناس مختلفه باراء مختلفه فلسفيات مختلفه، وكان واحد من اصدقائي هناك واحد اسمه دانس كان بيشتغل معايا في الشغل، وكنا بنروح كل اسبوع مثلا ان احنا نروح نتغدى مع بعض ونقعد نتناقش. كان دايما النقاش بتاعنا كان دايما ينتهي نتكلم على السفر وقد ايه ان احنا في يوم من الايام هنسيب البنك لفتره وهناخد شنطه على ظهرنا ونلف العالم والكلام ده كله، وكانت يعني كانت مجرد كلام بيخرجنا عن يعني عن الواقع اللي احنا فيه وكده وبنرجع تاني لشغلنا عادي. الا ان في يوم من الايام هو حكى لي على رحله، هو كان مغامر وحكى لي عن رحله هو عملها بالعجله، كان راح بالعجله من نيس في فرنسا لنابولي في ايطاليا،
وفي وسط يعني من خلال جبال الألب. طبعا انبسطت جدا من الموضوع ده ورجعت وعملت رحلة مشابهة في أسبانيا، ودي كانت نقطة البداية. خدت عجلة ورفيت أسبانيا أندلسية لمدة أسبوعين، دي كانت يمكن هي نقطة الانطلاق اللي حسيت فيها ان انا دي حاجة بحبها جدا وعاوز اعملها لفترة اطول. فابتديت احوش فلوس عشان لمدة سنتين عشان يعني اجمع مبلغ ينفع، للرحلة دي. وطبعا هي الرحلة جمعت مبلغ يعني معقول، لكن طبعا عشان واحد يسافر 370 يوم ده وقت طويل جدا، فكنت ماشي على ده. كانوا متواصلين ال 370 يوم ولا على حسب اجازاتك بقى؟ لا 370، سبت الشغل وعملت 370 يوم، وبعد كده طبعا كنت ماشي على ميزانية مثلا يعني ما بين 5 و$15 في اليوم، بسيطة جدا يعني بالاكل والشرب وكل حاجة. ففي ايام طبعا كنت بنام في خيام، في ايام تانية باكل وجبة في اليوم وهكذا. احنا بعد الفاصل لسه مكملين اصرار وتحدي عمر سمرة، اللي زي ما انتوا سامعين كده في كل مرحلة، يعني هو يسيب شغله، ان هو يروح لأهله يقول لهم انا هتسلق جبال، ان هو يقرر دلوقتي او يعني يستعد للانطلاق للفضاء ويحاول يعمل فوتينج على الموضوع ده ويجمع، يعني هنتكلم معاه في النقطة دي. كل افكاره خارج الصندوق، كل يعني تحدياته بعيدة خالص عن تحديات اي واحد مصري وعربي. بعد الفاصل مكملين معاكم. رجعنا معاكم للإصرار والتحدي والإرادة مع عمر سمرة، متسلق الجبال المصري، اللي قدر في 2002 أنه يحقق رحلة مدتها 370 يوم، ساب شغله عشانها. في 2007 حصل على الماجستير، كمان في 94 تسلق الجبال في سويسرا، في 2000 وكان بقى تسلقت إيفرست 2007 برضو 2007. يعني انت خدت الماجستير وتسلقت مزبوطة. طب كويس، يعني بتذاكر وانت برضو بتتمرن عمر قولي بتستعد ازاي لان انت تتسلق الجبل، يعني ايه التمرينات اللي انت بتعملها؟ يعني من الناحية البدنية بستعد زي اي مثلا لاعب اولمبي مثلا بيجهز للبطولة، في يعني تمرين شق بيبقى على حسب حجم الجبل انا طالعه او المهمة انا طالعها، بيبقى مثلا تمرين مكثف قبلها بتلات شهور، ستة شهور، تسعة شهور، سنة، يمكن ساعات اكتر. الناحية النفسية دي بتبقى خبرة مع يعني تدرج. يعني انت اول مرة في سويسرا غير دلوقتي لو طالع رحلة كده، غير لان انا دلوقتي بعمل حاجات اصعب، بس برضو غير لان انا دلوقتي عندي لياقة وخبرة كويسة، فبضطرش ان انا يعني استعد من الاول خالص في حاجة، ان انا بكون طول السنة بكون مستعد، لكن لما في حاجة صعبة انا هعملها بكثف التمرين قبلها. طيب وانت بتاخد وقت قد ايه؟ يعني كل جبل طبعا على حسب ارتفاعه وصعوبته والحاجه دي، تقريبا وقت قد ايه؟ احكي لنا كده التجارب. الجبال ممكن تكون من جبل بيطلع في يوم لحاجه زي ايفرست بتطلع في شهرين ونص، فده كله بيعتمد على صعوبه الوصول لسفح الجبل. مثلا ساعات بتبقى تاخد رحله طويله عشان واحد بس يوصل لنقطه البدايه، وبتعتمد برضه على ارتفاع الجبل. كل ما الجبل بيبقى عالي الاكسجين بيبقى اقل، فالانسان بياخد وقت اطول ان هو يتاقلم على نقص الاكسجين عشان الجسم يفرز كرات حمراء اكتر تشيل اكسجين اكتر عشان يقدر يتعايش مع الاجواء دي، فده برضه بياخد وقت. طب والاكل والنوم والحاجات دي؟ بنشيل بقى كل حاجه معانا، بيبقى احنا فريق، يعني انت بتكون طالع وشايل على ظهرك حاجات كمان، يعني مش بس بيكون معانا مساعدين وبيساعدونا في حاجات واحنا بنشيل طبعا. وفي جبال مثلا زي الجبل اللي انا طلعته في الارجنتين في 2011، ده كان طلعته لوحدي خالص، فانا كنت لمده اسبوعين شايل كل حاجه لوحدي، فده بيتطلب ان الواحد يطلع مثلا يوم كامل، مثلا اتسلق مثلا 8 ساعات اسيب حاجات فوق وبعد كده انزل تاني واليوم اللي بعده اشيل بقيه الحاجه، يعني بيبقى شاق شويه. هم يا عمر بيقولوا على الفنون جنون، لكن عمرهم ما قالوا على الرياضه انها جنون. يعني انت شايف ان اللي انت بتعمله ده يعني منطقي؟ انا بشوف ان تسلق الجبال هو فعلا رياضه، بس انا ما بحطوش في حيز الرياضه قد ما هو تحدي. لما واحد يخش مثلا يلعب ماتش كوره او ماتش باسكت، مش ممكن واحده من الاحتمالات مش ان هو مثلا ما يرجعش، او ان هو يحصل عاصفه، او ان هو يتفتح من تحتيه شق ويقع، الكلام ده كله مش موجود. وانت طالع بقى وعارف كل الحاجات دي ومبسوط برضو، مفيش مشكله؟ ما هي دي يعني طبعا الواحد لا يعني مبسوط طبعا، بس بخايف ساعات في اوقات كتيره جدا. طب بتسيطر على خوفك ده؟ زي ما قلت الانسان لو خاف مش هيحقق الهدف اللي هو عايزه. لا الخوف كويس طالما ما هو يعني ما تملكش الانسان وبقى هو مش قادر ان هو ياخد قرارات سليمه، لكن ممكن يبقى ايجابي من ناحيه ان هو الانسان يبقى حذر، لان هو لازم يعرف ان طالما ان في مجازفه في خطر، فلازم ان انا اشتغل في حدود معينه. والاهم طبعا يعني الشرط الاساسي ان انا هرجع سليم، فلو لقيت ان في الخطوره زادت على حد معين
انا الجبل ده مش رايح حته، انا ممكن ارجع يعني امشي وارجع تاني في وقت تاني. طيب ايه اصعب موقف واجهك وحسيت ان انت في اللحظه دي تفكيرك يعني بطيء شويه، مش يعني بتفكر بس انت من كتر خضه الموقف او من كتر ما انت مستغربه ما فكرتش بالسرعه المطلوبه؟ هو اصعب موقف اتحطينا فيه كان في ايفرست، كان في يمكن بعد 7 أسابيع من بدايه الطلوع الجبل، في واحد كان في فرقة تانية ابتدى يتحرك قبلينا بحوالي نص ساعة، كنا شايفينه من بعيد، كان يختفي ساعات ورا حيطة بعدين يرجع تاني ونشوفه تاني وهكذا. لما وصلنا لأسفل الجبل اللي احنا كنا هنطلعه لقينا يعني جثته، انه هو كان يعني كان قلبه وقف لما احنا وصلنا، كنا احنا اول ناس نوصل هناك، واضطرينا ان احنا نغطيه بالثلج وباللاسلكي نكلم الفرقة بتاعته عشان تيجي اتعامل مع الموقف. فاحنا اضطرينا بقى ان احنا ناخد كفرقه من 4 ناخد قرار هنكمل ولا هننزل. فده طبعا ده الوقت اللي انا كنت اشرحه لواحد فعلا بيحس بالخوف ده، ولازم ان هو يكون مؤمن جدا باللي هو بيعمله والاسباب اللي هو بيعمل الحاجه دي، لان هو طبعا مع الخطوره الشديده دي. كان ممكن ترجع في اللحظه دي عمر، ولا انت كنت حاطط هدفك قدامك ومصر عليه؟ فكرت طبعا، يعني حاجه من الحاجات اللي عدت في ذهني ان انا خايف وعاوز ارجع، لكن لما فكرت في الاسباب اللي انا طالع عشانها لقيت الاسباب دي ثابته، ولما فكرت ان القرار ان انا اكمل ده مش قرار انا باخده النهارده، القرار ده انا خدته من شهور طويله وانا ملم جدا بكل المخاطر من ضمنهم ان حاجه زي كده ممكن تحصل. فالشعور اللي انا حاسه دلوقتي اللي هو الخوف ده شعور طبيعي، بالعكس يعني زي بقى ممكن استخدمه كحاجه ايجابيه زي ما شرحت. اخدت وقت قد ايه في اقناع نفسك بان ده شعور ايجابي وان دي حاجه لازم دي حاجه تكمل. حصلت في دقيقتين، يعني ده كان لازم المكان اللي احنا كنا واقفين فيه نفسه كان خطر، فكنا لازم الواحد لما انت قبل ما تطلع بيبقى فيه يعني خريطه للاماكن الخطر، للاماكن الصعبه، للاماكن اللي انت المفروض تجتازها بسرعه، بالاماكن اللي تبطئ فيها، الاستراحات، الحاجات دي كل حاجه بتبقى مدروسه. يعني زي ما بيبقى فيه مثلا في الكوره مثلا بيبقى فيه استراتيجيات وفي المدرب حاطط خطه معينه وفي كل الاحتمالات، لو الفرقه الثانيه لعبت بالطريقه الفلانيه هنعمل كذا وهنغير اللعيب الفلاني في الوقت الفلاني، وكل الكلام ده بيبقى احنا دارسين فيسيولوجيه الجسم، التقلبات الجويه، المعدات اللي احنا محتاجينها، قد ايه اكل هنحتاجه كل يوم في الشهرين دول. بتاخدوا اكل مخصص ليكوا زي الناس اللي بتقعد في الصحراء كتير؟ لما بنكون في حته واطيه على الجبل بنحاول ناكل اكل عادي على قد ما نقدر، وكل ما نطلع اعلى بنكون صعوبه ان احنا نشيل حاجات اكتر وكده، وبتبقى برضو اجهزه الهضم بتبقى اضعف كتيره جدا في الارتفاعات بسبب نقص الاكسجين، نبتدي بقى ناخد اكل مبسط شويه. زي ايه المبسط ده؟ يعني بناخد حاجات زي مثلا ممكن ناخد مكرونه، ناخد حاجات في فوق قوي بقى، في اكل معين بيبقى محطوط في باكيتات كده بيكون اكل اصلا يعني وجبه عاديه بس اتنشفت فبقت زي تقريبا زي يعني طلع يعني زي السناكس كده مثلا، وبعدين بتحط عليها ميه فبترجع تاني تبقى وجبه يعني. طيب يعني فكره ان انت قولي المراحل او المشاريع المستقبليه لعمر صبر بعد ما خلصت بقى السبع قمم، في الوقت يعني يمكن في المستقبل القريب اللي هو مثلا 2014 في 3 خطط. في ديسمبر اللي جاي على طول في اورلاندو كان في مسابقه اللي يكسب فيها يروح ياخد فرصه ان هو يطلع الفضاء. عديت المرحله الاولى اللي كانت مرحله التصويت، واخر مرحله في ديسمبر هيكون في تاهل 100 واحد من حوالي 70 دوله، وهياخدوا يمكن ما بين 7 ل15 واحد عشان يكسبوا الرحله دي حاجه. بس الحاجه اللي بالنسبه لي الاهم هي في حاجه اسمها الادفنتشر جراند سلام، اللي هي يمكن اعلى مرتبه في مجال المغامره، وهي ان واحد يطلع ايفرست والقمم الـ7 اللي هو اعلى جبل في كل قاره، اللي انا هو خلصته في السنه دي صيف 2013، وان هو يعمل سكي للقطب الجنوبي والقطب الشمالي، دي كل واحده فيهم بتبقى رحله مدتها 3-4 أسابيع. فده دي الخطه ان انا اعمل ده في ابريل وديسمبر السنه الجايه. طبعا يعني عشان الموضوع ده يتم لازم اقدر ان انا يعني طبعا الاقي رعاة عشان نغطي تكلفة ال كنت لسه هقول لك انت بتصرف منين على الرياضات الشاقة دي؟ تحتاج مصاريف كتيرة قوي يا عمر، يعني غير اي لعبة تانية يعني او اي رياضة تانية؟ في رياضات ورياضات، طبعا في رياضات مكلفة اكتر من كده، بس طبعا هي في على المستوى العالي المستوى المحترف بتاعها اللي احنا بنتكلم فيه طبعا مكلفة، لكن في الحاجات اللي هي لو واحد يبتدي او لو حد لسه عاوز يجرب الحكايه دي على ليفل بسيط جدا مش محتاج خبره قوي او كده، لا بتبقى تكلفه قليله.
مش بس برضو التكاليف بتاعت الحاجات المحترفة فوق يعني مقدرة الواحد كشخص ان هو يغطيها بنفسه، فلازم بيروح لازم يلاقي رعاية يعني، لان طبعا احنا عندنا عندنا الدولة مش يعني رياضة تسلق الجبال ما تعتبرش مش على الخريطة خالص، حاجة احنا ما عندناش غير كرة القدم اصلا يعني هي اللي على الخريطة يعني بقية الرياضات كده. طيب قولي المغامر لها مواصفات جسمانية ويعني وعضلية مختلفة عشان يبقى مغامر، ولا أي حد محتاج يعني لو حد مثلا يعني تخين يستطيع تسلق الجبال ولا لا؟ يعني لا يعني هو واحد لازم يوصل يعني مفيش مواصفات معينة، بس لازم واحد يكون عنده لياقة بدنية عالية جدا زي ما يكون واحد طالع الأولمبياد يلعب رياضة معينة، فده محتاجة بس أي حد ممكن يوصل للمستوى ده لو حط وقت كافي وتمرين كافي في حاجة معينة وهو مؤمن بيها. يمكن الحاجة اللي فيها مواصفات مختلفة شوية هي الجزء النفسي. الشخص المغامر بيبقى عنده قدرة كبيرة جدا ان هو يتحمل المشقة، ان هو يتحمل ان هو الوحدة، ان هو يبقى في اماكن صعبة جدا لمدة طويلة جدا، ان هو يتحط في ظروف قاسية سواء هي قوة رياح او درجات برودة شديدة جدا، او ان هو ما يقعدش مثلا ما يأكلش كويس لمدة طويلة، او ان هو مش مستريح عامة لفترات يعني طويلة، وما دام يأثرش سلبيا على حالته النفسية، ان هو يتعامل مع يقدر يتعامل مع الخوف، ان هو يقدر يتعامل مع مشاكل بتحصل ما بينه وما بين الفرقة بتاعته، ويقدر ازاي ان هو برغم انه عنده عليه ضغوط شديدة جدا ان هم يتعاملوا مع بعض ويتوافقوا بشكل كويس، حاجات كتير. فبس دي بتتعلمها الواحد بالخبرة يعني. لما قررت تغامر اول مره في سويسرا ما كانش معاك باباك ومامتك، انت كنت في رحله وكنت لوحدك يعني، وقررت المغامره مع نفسك، لما رجعت حكيت لهم كان رد فعلهم ايه؟ كان رد فعلهم انا رجعت قلت لهم ان انا عملت الرحله اللذيذه دي وكده وعاوز اطلع دلوقتي، عاوز اطلع ايفرست يعني، متهيألي ان هم يعني خدوني على عقلي وقتها يعني، اللي هو يا حبيبي نفسك تعمله اعمله كده ما حدش هيقف معايا وكده. بس لما بعد ما كانوش متوقعين ان انت تحط الامر في الفعل يعني بز... يعني اه بعد الفعل. بعد بقى سنين لما لقوا ان انا مش ناسي الموضوع ده ومكمل فيه وكده يعني ابتدوا يعني يقلقوا شويه من الموضوع، لكن في الاخر خالص انا كسبتهم في الحته دي يعني. هو مع السنين الطويله انا قعدت سنين طويله بنفس الهدف وبتمرن وبجهز، فما كنتش واحد راح ياخد يعني راح يجازف او ان هو راح يعمل كده، لا كنت دارس الموضوع جدا. فلما لقوا قد ايه انا مؤمن بالحكايه دي يعني وقفوا جنبي في الاخر وساندوني، ده كان مهم جدا برضو في التجربه نفسها. انا سألك السؤال ده علشان يعني نحاول مع بعض كده نحط خطه للشباب اللي بيفكر في احلام خارج الصندوق او اللي بيحاول يوصل لهدفه وفي معوقات كتير بتواجهه، تقول لهم ايه دول يعني؟ هو طبعا الواحد لازم الاول يفكر يعني يبدا بهدف يكون الهدف ده هو حاجه هو مؤمن بيها، بمعنى ان هو هيكون حاجه حاسس من جوه ان في حاجه غريزيه من جوه بتحسسه ان هو انا لازم اعمل ده. مش لازم ان هو بطريقه منطقيه يقدر يشرح لنفسه او لحد تاني انا ليه عاوز اعمل ده، ده مش مهم. هو بيبقى احساس بيبقى جاي من جوه، من بيبقى زي ايمان من جوه الانسان ان انا لازم اعمل الحكايه دي. انا يعني كنت عاوز الف العالم، لما حد بيقولي طب ليه تعمل كده، طب شغلك، طب كده، ما عنديش قادر، ما فيش اي مبرر. لازم تقعد تشرحه لكل حد يسألك نفسي السؤال ده. وانا مش يعني انا نفسي لو قعدت اشرح لنفسي ممكن ما بقاش مقتنع، لكن انا حاسس ان انا في حاجه غريزه جوايا لازم اعمل ده فبمشي وراها. طبعا الاسباب اللي هو الواحد بتشده للاحلام دي ما بيكونش حاجه ماديه او بيكون الشهره او بتكون كده، لازم بتكون حاجه دي. لما الانسان اللي بينجح قوي في حاجه بتكون بيعملها لاسباب بتبقى اسباب تانية، بيعملها لنفسه لحاجه تانية هو مؤمن بيها، احساسه ان هو ناجح في الحته اللي هو فكر ان هو يشتغل فيها او ينمي مهاراته في النقطه دي. هو واحد بيحس ان هو يعني في حياته عامه ان هو بيكتسب مهارات وبيكتسب خبرات عشان يقدر ان هو يعمل حاجه يضيف بيها حاجه للبشريه عامه. ايه اللي اتغير في شخصيتك من 94 لحد دلوقتي؟ يعني عندي إيمان أقوى جدا بالنفس، عارف عندي يقين تام إن ما فيش حاجة اسمها مستحيل، إن مع العمل الجاد والمثابرة ممكن أي حاجة ممكن تحصل. عارف إن الفشل ده جزء لا يتجزأ من النجاح، إن أنا عشان أقدر أوصل لحاجة لازم أقع والكعب مليون ألف مرة، وده مش معناها إن أنا أفقد الأمل. لما حاولت ان انا اغطي مثلا الاقي رعاية عشان يغطوا تكاليف رحله ايفرست، وقتها ما كانش حد يعرف انا مين ولا ايفرست ايه ولا اي حاجه زي كده، يمكن كتبت اكتر من 50 او 60 جواب وقابلت شركات كتيره جدا واترفضت كتير جدا، لكن قعدت اكمل وقعدت اغير من الفكره بتاعتي واطورها وازاي اقدر اوصل لهم بطريقه مختلفه، وفي الاخر خالص وصلت لحد وقف جنبي. يعني يمكن كانت مثلا المحاوله رقم حاجه 50،
لو انا كنت جيت عند المحاوله رقم حاجه 40 او كده وقررت ان خلاص كده كفايه او 50 مش هتعمل حاجه. اه فالواحد مش عارف، الواحد لازم يفضل يجرب يكمل، عمره ما يقف عن المحاوله لان هو مش عارف المحاوله الناجحه هتبقى امتى. فبالتالي انا لازم اقعد اكمل احاول لحد في الاخر خالص، لما واحد يعني يكون عنده الروح دي من المثابره في الاخر خالص هينجح هيوصل يعني. قدرت ان انت تغير صورة الرياضة دي في مصر او تعرف جزء كبير من المصريين برياضة تسلق الجبال وتقنعهم؟ يعني في ناس اقتنعت وحبت ان هي تنفذ الرياضة دي، ولا بالنسبة لهم ان هم يقابلوا عمر سمرة او يسمعوا عنه ده كفاية؟ لا اعتقد ان رياضة تسلق الجبال اتعرفت بشكل معقول يعني من ساعة ما انا طلعت ايفرست بالذات، يعني يمكن ده اخد اهتمام من الاعلام شوية. انا من 4 سنين ونص كنت انا بشتغل في مجال الاستثمار والبنوك لسنين طويله جدا، وسبت ده وفتحت شركه بتاعتي في مجال سياحه المغامرات. واحده من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان احنا بناخد ناس مبتدئين لجبال صغيره في مصر وفي حته تانية في العالم، وشفنا اقبال شديد جدا على الموضوع ده في السنين اللي فاتت دي، يوضح لي ان في ناس كتير جدا عاوزه تعمل الحكايه دي. بس برضو الحاجه اللي انا احب ان انا اقولها ان يعني بالنسبه لي ان انا بحب اطلع جبال طبعا، وبالنسبه لي من يعني عشق ليا، وبحب جدا طبعا الناس تجرب ده. الا ان انا يعني الرساله مش ان انا عاوز كل الناس تطلع جبال، هي اكتر ان واحد يشوف ان طبعا كل واحد عنده يعني ايفرست في حياته الشخصيه، وسواء عنده تحدي يعني تحدي بالظبط، وده وهو ده المهم، ان ازاي الواحد يبقى مؤمن ان هو مهما كان الهدف ده صعب، وبالذات ان لو في ناس يعني ساعات بيبقى اقرب الناس اليكي بتبقى محبطين او هم مش بيحاولوا يحبطوكي، لكن هو ده مش الحلم بتاعهم وخايفين عليكي والكلام ده كله. ف انا دلوقتي يعني يمكن احنا في الفصل دي سالتيني هل في ناس كتير جدا بتقول عليك انت مجنون، وده حاجه تسعدني. يعني في ناس كتير جدا بتقول ان انا مجنون، حاجه تسعدني ان انا بشوف ان ده كل ما حد حواليا انا عندي فكره انا مؤمن بيها وقالوا ان انت مجنون، ده مؤشر بالنسبه لي ان انا على الطريق الصح، لان الحاجه اللي هي بتبقى اللي يمكن بتخلي الانسان مختلف عن اللي جنبه وبتخليه ان هو ينجح ويبقى يمكن يبان في حاجه معينه، بتبقى دايما حاجه فريده من نوعها. فلما واحد يبقى عنده الفكره اللي هو مؤمن بيها وتكون فعلا فيها يمكن الجزء اللي هو هنقول جنوني شويه، دي حاجه الواحد المفروض يمسك فيها. عمر انت بنتك ربنا يخليها لك يعني عندها كم شهر؟ لو جت 4 عندها 4 شهور، انا قصدي عندها كم شهر، صغيره يا لسه يعني. لكن انت ممكن تخليها تمارس هذه الرياضه ولا هتخاف عليها ولا هتتعامل معاها ازاي؟ لا انا مش هخاف عليها تمارس الرياضه دي، لكن من سن صغير هبقى عاوز ان انا احببها في الطبيعه واحببها في الاماكن يعني اماكن الطبيعه عامه، سواء جبليه او سواء بحر او سواء كده. فمن يعني من سن صغير جدا هكون باخدها معايا، يعني حتى لو هي قبل ما هي تقدر انها نفسها هي تروح وكده هكون بشيلها على ظهري وباخدها الاماكن دي. على الاقل حاجه هي بتشوف طبيعه جميله جدا، بتشوف حيوانات، بتشوف بتشم هواء نظيف. في زي ما انا قلنا في الاول خالص ان في جزء روحاني في ان الواحد يقرب من الطبيعه وان هو يبقى قريب من الاماكن اللي هي غير ملوثه اللي ربنا خلقها، اللي ما فيهاش اللي ما اتغيرتش من ملايين السنين. ودي الانسان بيحس بيها سواء هو واحد كبير عنده دكتوراه او طفل صغير لسه ما يدركش او ما بيتكلمش او كده. ايه اجمل مكان شفته في خلال مغامراتك الكتير؟ والله اماكن كتير جدا، يعني كل مكان جميل بطريقته. انا طبعا يمكن متحيز شويه للجبال، ومتحيز بالذات للجبال الثلجيه، فيمكن اكتر بلاد انا روحتها فيها الجبال انا بحبها كانت نيبال، اللي هي في اسيا دي فيها سلسله جبال الهيمالايا اللي هي اكبر سلسله جبال واعلى سلسله جبال في العالم، وبرده في سلسله جبال الانديز اللي هي في امريكا اللاتينيه في بيرو في بوليفيا والحتت دي. لكن طبعا يعني قريب جدا مننا، يعني في ناس كتير جدا بتعيش في مصر طول حياتها وما بتروحش ابعد من المدن، يعني ممكن بنروح الاقصر واسوان، بنروح حاجات كده ما بنبعدش عن المدن. لكن في الاماكن، في اماكن طبيعيه، في محميات في مصر جميله جدا. كان معنا خبر عن محميات في الغردقه النهارده. مظبوط. فيعني ودي حاجات كلها موجوده، يعني الواحد حتى في اجازه نهايه الاسبوع ممكن في يومين واحد
بصي يا عمر، يعني عايزه الناس تعرف برضو ان انت ما انتش شخصيه مرفهه قوي يعني، او من عيله ثريه علشان تعمل كل الرياضات دي او تمارس المغامرات دي، لان ممكن حد هو بيسمعنا دلوقتي يقول لك ما هو اصلا انا هسافر ازاي وانا دخلي على قدي، او هعمل المغامره دي ازاي. يعني عايزاك برضو تتكلم في النقطه دي، ان ممكن تمارس اللي انت عايزه او الرياضه اللي انت عايزها باقل التكاليف. يعني انا يعني لو حسبت يعني من ساعه ما انا ابتديت ان انا احترف الرياضه دي، يعني كميه الفلوس اللي انا صرفتها على الرياضه نفسها تعتبر يعني ضئيله جدا او شبه مش موجوده، لان كل الصرف جاء من رعاه. ان انا الاقي الرعاه وان هم يقفوا جنبي، ده كان شغل كتير جدا لمده شهور، وزي ما قلت لك في مثلا في ايفرست موضوع اخذ 18 شهر واكتر من 60 70 محاوله. فأي حد بغض النظر عن دخله، بغض النظر عن يعني الوسط اللي هو فيه، ممكن واحد يكون فعلا مثلا أهله أغنياء جدا لكن هو معتمد على نفسه، مش عاوز ان هو يعني حد يساعده. فأي حد بنفسه لو هو مؤمن جدا بفكرة، لازم يكون مؤمن ان في حد واحد على الأقل في العالم كله هيكون مؤمن بالفكرة دي ومستعد ان هو يقف جنبه، هو بس عليه ان هو يقعد يجرب لحد ما يلاقي الشخص ده ان هو يقدر يساعده. وفي يوم من الايام لما هو ينجح، لو يعني لو ربنا بارك له بقى بعد كده، هو بقى عنده امكانيات والكلام ده كله، هيبقى عاوز ان هو يمد الرساله دي لغيره. لما يجي في ناس تانية تيجي محتاجه مساعده، هيقف جنبهم، لان هو عارف ان هو قد ايه كان الموضوع صعب في الاول ان حد يلاقي اي مساعده. طيب انا عايزه اعرف منك ايه طموحاتك وامنياتك في الايام اللي جايه على مستوى المغامرات. الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الفضاء، واللي هي ادفنتشر جراند سلام اللي هي بتضمن القطبين الجنوبي والشمالي ان شاء الله السنه الجايه. على المستوى المهني بالنسبه لي، اللي هي الشركه اللي انا اسستها اللي هي شركه سياحه المغامرات دي، يعني بقى لنا 4 سنين. في مغامرين كتير في مصر زيك؟ في كتير، يعني يمكن ما فيش ناس كتير، يعني في ناس كتيره جدا على مستوى الهواء. يعني في ناس جزء المغامرة وان هم يروحوا الطبيعة وان هم يشوفوا صحاري ويختصوا ويعملوا الحاجات دي كلها جزء من حياتهم، بيروحوا ايام كتيرة جدا في السنة وبيرجعوا كتير وبيعملوا حاجات. ده اسلوب حياة في الاستمتاع بالاشياء الجميلة اللي ربنا دهلنا خلقها لنا. يعني من واحد بان طبعا يعني ما ينفعش ان واحد يعيش طول حياته على 1% من الكوكب الارض. هو يعني في الطبيعة دي باخده اكبر كمية من الكوكب. احنا كمصريين برضو عايشين على 4% من مساحه مصر. بالظبط، هي نفس الفكره. هي نفس الفكره. ف يعني دي من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه يعني الموضوع ده فعلا بينمي حاجات كتيره جدا جوه الواحد. يعني ازاي ان الواحد يقدر ان هو يعمل حاجه غير الحياه النمطيه، يعمل حاجه كان يوم في الايام يعتقد ان هو ما يقدرش ان هو يعملها. مش لازم تبقى حاجه اكستريم او حاجه زياده قوي مبالغ فيها، لكن انا النهارده مثلا عمري ما رحت الصحراء، مثلا عمري ما بيت مثلا في خيمه، حاجه بسيطه جدا انا ممكن لو رحت عملتها هتعلم حاجات كتيره جدا، مش بس على المكان اللي انا هزوره، بس هتعلم حاجات كتيره جدا عن نفسي. يعني احنا الشركه يمكن التاج لاين بتاع الشركه عندنا اسمه لايف تشينجينج جيرنيز، يعني رحلات تغير حياتك. واحنا عندنا ايمان تام ان المغامره وان الواحد يخرج عن الحياه النمطيه وان هو يزق نفسه يحاول ان يعمل حاجه اللي في يوم من الايام كان يعتقد ان هو ما يقدرش يعملها، في احيان كتير جدا بتبقى يمكن افضل حتى من كل الخبره الواحد هيكتسبها في شغله او حتى في دراسته. انا بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده في حلقتنا، وكان نفسي الوقت يكون اطول علشان ناخد منك معلومات كتير وناخد منك روح الاصرار والتحدي في ان احنا نوصل لاهدافنا. يعني متشكر جدا، انا مبسوط جدا، وان شاء الله اكون معاك قريب تاني ان شاء الله. اكيد بشكر طبعا ضيفي النهارده الرياضي عمر سمره، متسلق اعلى سبع قمم جبال في العالم. حط التحدي قدامه، حط هدفه، اصر عليه برغم ان كل الناس قالت له ده جنان وفي كتير ما وقفوش جنبه في الاول، لكن دلوقتي أكيد بيحيوه على إصراره وتحديه وعلى إنه هو قدر إنه هو يوصل لحلمه. سؤال